الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا ندعيلهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا مولانا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. يقول الماتن فالشارح والمحشي رحمهم الله جميعا آمين، وسائر أشياخنا ونفعنا الله بعلومهم وبسائر علمائنا آمين. قال الشيخ ولما تقدم له ذكر الكفارة، الصفحة 59 بعد 104 من حاشية الصفتي في الشرح، في أدنى سطر من الشرح. الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وش حنصف وكفينا الله الله يا ربينا على مسلمين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله وسلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا والمسكين الاصطلاح. نعم طيب. ويدفع المخرج ماشي بل المحتاج، حطوا بعد المحتاج فاصلة لأنه كلام بعدها كلام جديد، يعني فقرة معنى تاني. ويدفع المخرج مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي، وهو أي الإطعام أفضل أي من العتق والصوم. وقال ابن حبيب العتق أفضل. والحاصل أن كفارة الصوم على التخيير، وهذه رخصة عظيمة عند السادة المالكية، رخصة عظيمة، يعني من أفطر في شهر رمضان عمدا فهو مخير بين العتق وبين الإطعام وبين العتق أو الصيام، وليس الصيام مباشرة، فهو يقدم عليه ماذا؟ أولا الإطعام لأنه أنفع الفقراء، هذا الأفضل، ثم العتق هو أفضل من الإطعام، يأتي درجة ثانية بعد الإطعام، لأن العتق منفعة لواحد والإطعام منفعة لستين مسكينا. طيب والصيام؟ صيام شهرين متتابعين ماشي. فهذه رخصة عند السادة المالكي، يعني أرادوا بهذا التخيير. نعم لأنه نص الحديث أنه لما جاء وقال يا رسول الله رجل ينتف شعره ويلطم خده، قال ما شأنك؟ قال هلكت وأهلكت يا رسول الله. قال ماذا فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان.
فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أصوم شهرين متتابعين. فقال أنت تراني شيخا كبيرا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك رقبة. قال أطعم 60 مسكينا. فقال لا أجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اجلس. فما ظل جالسا ما زال جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء رجل بعذق من تمر، بسباط التمر تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به، تصدق به على الفقراء كفارة لما فعلت. فقال الرجل يا رسول الله والله لا يوجد ما بين لابتيها ما بين جبلي المدينة من هو أفقر مني، أنا أحوج إلى هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال خذه وأطعمه صبيانك. أرأيتم إلى الرحمة وإلى السعة وإلى اليسر. طيب، نعم، لا تشريع، تصدق على نفسه، تشريع بس قصدي يعني تصدق على نفس الإنسان. نعم يتصدق على نفسه لأنه محتاج، أو هذا من هذا الباب هنا، حتى لا تكلف الناس فوق طاقتهم. إذا كان هو الآن يدفع وعنده شيء من المال، فأنت ازاي ولا يكفيه لحاجته، تقوله زكي منه. وإذا جاء صدقة الفطر وهو ليس عنده، فهمت عني شلون؟ ما إلا طعام عياله وأولاده، تقول أخرج صدقة الفطر، تقوله لا 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 تخرج صدقة الفطر، وهذا ما يقتضيه العقل. لكن هذا العقل هنا يستند ماذا إلى نص، وأنه قاله اذهب فأطعمه إيه أهلك وصبيانك صلى الله عليه وسلم. نعم تصدق عليه، أي يعني أعطاه، لا أعطاه هدية، أعطاه لينفذ ملكه لكي ماذا يعني ينفذ الكفارة التي عليه. هو أعانه على العبادة، هو ملكه هذا السباطة، فأنت إزاي؟ فلما ملكها أصبح عنده ما يتصدق به. غاية الأمر أنه أحوج الناس في تلك الحي، في ذلك الحي وفي تلك القرية وفي ذلك المكان. يبقى في هذه الحالة يأخذه، نعم، ويطعمه لعياله. إذن معنى هذا أن الإنسان لا يكلف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فوق إيه؟ فوق طاقته. وليس المقصود من الزكاة إذن إيه؟ إفقار الناس، ليس المقصود من الزكاة أن نجحف أيضا بالأغنياء، وإنما أن نخرج منهم، نأخذ منهم جزءا من أموالهم كما جاء في الحديث، وتصدق بها على الفقراء، بدليل إياك وكرائم أموال الناس، إياك إيه وكرائم أموال الناس. يعني قال عليه الصلاة والسلام للصحابة الذين أرسلهم جباة، قال لهم لا تأخذوا الناقة الكوماء الكبيرة أو الجمل الكبير الفخم تأخذونه للزكاة، قال لا، إذا خذوا شيئا وسطا، أي لا تأخذوا السخلة الجدي الصغير ولا تأخذوا الكبش، وإنما خذوا للزكاة الوسط. ولذلك قال إياكم وكرائم أموالي، يعني هذا عنده جمل يسافر عليه ويربيه وإلى ما هنالك، فهمت إزاي؟ فكيف تأتي أنت تأخذه منه؟ فهمت إزاي؟ باسم بقوة الوظيفة وبقوة القانون، وتقول لا أنا أخذ منك هذا، يا أخي خذ غيره، فهمت إزاي؟ لا، قال إياكم وكرائم أموال الناس صلى الله عليه وسلم. ويدفع المخرج لكل مدا لكل مسكينا بمد النبي صلى الله مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وزن رطل وثلث بالبغدادي، وهو أي الإطعام أفضل، أي من العتق والصوم. وقال ابن حبيب العتق أفضل، والحاصل أن كفارة الصوم على التخيير، ولذا قال وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة. العيوب الفاحشة يعني عيوب الفاحشة تؤثر في الثمن، التي تؤثر في الثمن لكن لا تؤثر في مقصود الخدمة. ويجزئ الأعور كما في الظاهر، أو يكفر بصيام شهرين كاملين
إن لم يبدأ بالهلال فإن بدأ به اقتصر عليهما، صح؟ ولو كان الشهرين ناقصين، يعني الشهر هكذا وهكذا 29 ويأتي 30، هو صام شهرين 3 أهلة، بدأ بالهلال وانتهى بالهلال ومنه إلى الهلال الثالث، فيبقى إيش؟ شهرين في 3 أهلة، صح؟ فيبقى في هذه الحالة ولو كان ناقصين لا يضر، لكن لو بدأ بالأيام فيصوم شهرين متتابعين يبقى 60 إيه؟ 60 يوم. أي أيوه. وأفطر متعمدا في رمضان. أي. يعني هل تفتيه بالإطعام أو بالصيام؟ نعم. اليوم نتيجة لضعف الهمم، فهمت إزاي؟ ولضعف الإيمان نفتيه بالإطعام، إلا إذا رأينا منه تهاونا بحدود الله. إذا رأينا منه رقة في الدين، دينه رقيق يلعب بدين الله سبحانه وتعالى، فهذا نشدد عليه. أما إذا كان مؤمنا مصليا يحج ويزكي ويخاف الله سبحانه وتعالى، نعم هو غني لكن غلبته نفسه وجاءك يعتصر قلبه ندما ويعتصر قلبه حسرة، فعليك أن تساعده على التوبة وتساعده على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن عاد مرة أخرى يبقى في هذه الحالة لك أن تشدد عليه وتقول لا، يبقى في المرة دي ما ينفعش معك إلا الصيام. وهذا ما فعله أحد أئمة الأندلس، وكان قاضيا فاستفتاه الوالي أو الأمير أحد أمراء الأندلس فأفتاه ولم يخيره، وإنما حدد له الصيام، فهمت إزاي؟ فلامه علماء المالكية وقالوا يا مولانا لكن المذهب على التخيير، فلما عينت له الصيام ولم تأخذ بالمذهب إذا هو التخيير بين الإطعام والعتق، فهمت إزاي؟ ثم بعد ذلك يأتي، لأن الأفضل عند السادة المالكية الإطعام، ثم يأتي في الدرجة الثانية العتق، يأتي في الدرجة الثالثة الصيام. قالهم هذا أمير وبين يديه خزانة الدولة وعنده العبيد، فيستطيع أن يفطر كل يوم ويعتق عبد أو يطعم 60 مسكينا، وهذا أمره وهو يعني لا يهمه. واستصوبوا رأيهم، استصوبوا رأيهم، فما تقوله له يعني له نظائر عند السلف، هذه المسألة مرت عند السلف فيقاس عليها، يعني إذا كان غنيا تقيا ورعا دينا نعينه على نقوله بالتخير حتى نعينه على دينه ونشجعه على التوبة والاستقامة، فهمت إزاي؟ لكن إذا كان إنسانا مارقا لا سمح الله وعنده المال ومن خلال ماله لو أفتيناه بالتخير سوف يتهاون بالصيام، لا نشدد عليه ونقول له ماذا. وهذا من فقه المفتي، كان شيخنا يقول ليس المفتي هو الذي يحفظ المسائل، ليس المفتي هو الذي الفقيه هو الذي يحفظ المسائل، وإنما الفقيه هو الذي يفقه أهل زمانه، الفقيه من فقه أهل زمانه، يعني من عرف زمانه وكيف ينزل المسألة والواقعة على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي المناسب على الواقعة في ذلك الزمان، ماشي. ويجزئ الأعور كما في الظاهر أو يكفر بصيام شهرين متكاملين إن لم يبدأ بالهلال، فإن بدأ به اقتصر عليهما أو ناقصين، ولا بد أن يصوم الشهرين متتابعين. فلو أفطر لغير عذر ولو في أثنائهما بطل ما صامه منهما، يستأنف. فلو أفطر لغير عذر ولو في أثنائهما بطل ما صامه منهما. وهل العتق أفضل لأن نفعه متعد أو الصوم خلاف؟ فهمت إزاي؟ يبقى لا خلاف في الإطعام أنه أفضل، إنما الخلاف في العتق والصوم.
لكن لا شك أن العتق أنفع. ليه العتق أنفع؟ لأن الشريعة تشوفت إلى العتق، الشريعة تشوفت ماذا؟ إلى العتق وإلى حرية الإنسانية. الشريعة يا شباب الإسلام جاءت لتحرير البشر ولتحرير الإنسان ولإعطاء الإنسان ماذا؟ حريته، ولجعل الإنسان إنسانا على المستوى الذي خلقه الله عز وجل من أجله. الشريعة جاءت لتحقيق قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لهذا جاءت الشريعة. الشريعة جاءت كما قال سيدنا عمرو رضي الله عليه: وتستعبدتم الناس وقد وادتهم أمهاتهم أحرارا. الشريعة الإسلامية هي التي جاءت ماذا؟ بعدم التفرقة، وحاربت العنصرية، وحاربت اللونية، وحاربت الإقليمية، وحاربت التعددية، وقالت إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة الإسلام أمة واحدة، لا تعرف لونا ولا تعرف لغة ولا تعرف لهجة ولا تعرف إقليما. المسلمون لا يعرفون لهجة ولا يعرفون إقليما، لأن إنما يعرفون العقيدة تجمعهم رابطة الإسلام وجامعة الدين وجامعة الأخوة. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. ليت المسلمين تقوى، المسلمين تقوى فيهم هذه الرابطة، أخوة الدين وأخوة الإسلام وأخوة الإيمان. قال: إني أنا أخوك. فالمؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه. نعم، وهكذا. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. وهل العتق أفضل لأن نفعه متعد أو الصوم خلاف؟ نعم. لأنه يا شيخ علي سببه ما زال متوفرا موجودا. يعني سبب العتق الرق هو الفتوحات الإسلامية، وليس سببا مباشرا، لكن السبب الحقيقي أن هذا الإنسان أبى أن يكون عبدا لله فجعله الله عبدا لعبيده. الفتوحات الإسلامية حين انتشرت من أجل نشر الإسلام ونور الإسلام وعظمة وعدل ومساواة الإسلام، لا بد في هذه الحالة أصبح المسلمون عندهم ماذا؟ محاربون يقبضون عليهم من أسرى المشركين. فهؤلاء الأسرى الله تعالى قال في القرآن الكريم: فإما منا بعد وإما إيه؟ فداء. فهذا الأسير إما أن ترده إلى بلده فلربما رجع علينا، صح ولا لا؟ وإما أن تقتله تتخلص منه، صحيح. وإما أن تأتي به إلى بلاد الإسلام ليعيش بيننا. وفي هذه الحالة ما ينفعش واحد يبقى على غير ديننا وجاء من بلد آخر عدوا لنا وكان يحمل علينا السلاح ونعامله كما نعامل ماذا؟ الإنسان ماذا؟ العادي. فلا بد أن تنحط منزلته ماذا؟ حتى تنكسر نفسه. ثم لكنه مع هذا التعامل الإجراء الاستثنائي الاستعجالي فتحت الشريعة بعد ذلك بابا الحرية ماذا؟ على مصراعيها، وتشوفت إلى الحرية ودعت الناس إلى الحرية. أما لو أنه ضيق علينا وقيل لنا ليس هناك عبودي، ماشي، يبقى أنت هذا الأسير ماذا تفعل فيه؟ نعم، عندك أسرى عند العدو، ماشي، عندك أسرى عند العدو فتبادلت بعض الأسرى. طيب والباقية، الباقية ما تفعل بها؟ تتركه يذهب هناك وتأخذ منهم الفداء؟ يبقى أنت في هذه الحالة وإن كنت قد نفعته أو انتفعت نفعا ماديا أو نفعته هو بأنه رجع إلى بلده، لكن الخطر هناك أشد، لأنه في هذه الحالة سوف يأخذ السلاح ويعود إليك مرة أخرى ثانية. فهمت إزاي؟ وإما أن تقتله. ثم هناك نفع أخروي في هذا الإجراء العبودي، في جواز العبودي. ما هو هذا النفع الأخروي؟ لو أن أخوين اثنين أحدهم وقع، كان في يحاربان مع العدو، أحدهم وقع أسيرا بأيدي المسلمين والآخر فر إلى بلاد الكفر،
وعاش ذاك كافرا وعاش هذا بالنهاية مسلما مع المسلمين حين رأى من أخلاق المسلمين. يوم القيامة سوف يجتمعان فسوف يقول أحدهما للآخر ليتني وقعت أسيرا بين أيدي المسلمين، فهمت إزاي؟ حتى أعرف الإسلام فأدخل في الإسلام وحتى يكون جزائي كما كان جزاؤك أنت الجنة. فإذا كان شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله رحمة واسعة في دمشق كان يقول الرق العبودية نعم مدرسة إلزامية في الشريعة الإسلامية، العبودية مدرسة إيه؟ إلزامية في الشريعة الإسلامية، يعني نأتي به رقيقا نأتي به عبدا، فهمت إزاي؟ لكننا أمرنا بضوابط، لا كما يفعل ماذا غيرنا اليوم هؤلاء الهمج. لا، حياة الإسلام حياة منظمة. الشريعة الإسلامية قالت لنا أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم، فهمت إزاي؟ ولذلك رأينا من أئمة المسلمين ممن كان أصولهم عبيدا، أليس كذلك يا شباب؟ الإمام سيبويه عربي، الإمام سيبويه عربي، الإمام البخاري عربي، الإمام أبو حنيفة كان عربيا، لا، شوف ابن جني عربي صاحب الخصائص من أئمة النحو، لا ليس لم يكونوا عرب. ولذلك الإمام الشاطبي يقول أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح، أبو عمرو البصري، وليحصبي بن عامر ابن عامر الدمشقي الشامي صريح أي عرب أقحاح، وباقيهم أحاط به الولاء. القراء السبعة المتواترة خمسة منهم أصولهم إيش؟ عبيد، فهمت إزاي؟ فهذه فلسفة يعني يا جماعة هذه شريعة، شريعة الله، شريعة إيه؟ شريعة الله، ليس تشريع البشر يا جماعة. نحن ما الإسلام لم يأمرنا يا شباب، قال أنت إذا ذهبت إلى بلد ما سنأخذ منهم أموالهم ونأخذ ونتعدى على أعراضهم، لم يفعل هذا المسلمون وما فهموه يوما من الإسلام، إنما إذا دخلوا بلدة من البلاد أو فتحوها حافظوا على أموال الناس وحافظوا على أعراضهم. قاتلوا من قاتلكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا عجوزا ولا رجلا فتجدون أناسا في صومعتهم صوامعهم قد نذروا أنفسهم فذروهم وما نذروا أنفسهم لأجله. شايف شلون الشريعة الإسلامية؟ فهذه عظمة شريعتنا نحن، لأن نحن تصرفاتنا منضبطة بوحي السماء، تصرفاتنا نحن المسلمين منضبطة بوحي السماء. معليش لو أسهبت شوية في هذا المعنى، لكنها هي شبهة من الشبه يا شباب. كان الناس في أمريكا من أكثر من 100 سنة كانوا يحاربون ماذا؟ الزنوج، وكانوا يتفننون يا شباب، يتفننون ويتعلمون في ضرب الزنوج بالسلاح، كانوا يتعلمون من يضربه على جبهته فيقتله. الرق الذين يأتون بالناس بالسفن إلى تلك البلاد، فهمت إزاي؟ فيحرمونهم، وإلى الآن ما زالت عندهم اللونية وما زالت عندهم العصبية. أما نحن من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بلال. من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلمان الفارسي، صح ولا لا؟ من صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن إيه؟ ابن حارثة، كانوا يقولون ابن محمد، ثم أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح الحب ابن الحب ابنه أسامة، وهكذا. فشريعتنا شريعة كاملة، شريعتنا شريعة كاملة. نعم، انتهت المعركة الآن، أي وما زال بعض البلدان يعني يشتهون الناس يسمونه عبيد. هذا خطأ، هذا ليس هناك رق الآن، وهذا من فضل الله تعالى. هل هذا حرام عليه؟ طبعا حرام. أليس ألم تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الكبائر صلى الله عليه وسلم؟ قال ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل باع إيه؟ حرا وأكل ثمنه، فهمت إزاي؟ لكن الحكم الشرعي ما زال قائما، يعني نحن في يوم من الأيام لو طهرنا وربنا أكرم وفتحنا بيت المقدس واستولينا على هؤلاء اليهود
وأصبح نساؤهم عبيدا نساؤهم إماء ورجالهم وأطفالهم عبيدا لنا، فالحكم الشرعي ما زال قائما، لكن هذا مفوض إلى رأي ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يضرب الرقة أو لا يضربه، هذا الأمر منوط بأهل الحل والعقد. طيب ماشي. ولا بد أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر لغير عذر ولو في أثنائهما بطل ما صامه منهما. وهل العتق أفضل لأن نفعه متعد أو الصوم خلاف؟ يعني طبعا الصوم برضو في فائدة، لأنه يزكي النفس ويهذبها ويجعل الإنسان يقوى عليها ويخالفها وإلى ما هنالك. طيب نعود من حيث بدأنا. قوله والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا. قوله والكفارة في ذلك صفحة 60 بعد 104، أي على التخيير بين أنواع الثلاثة الآتية. يعني أنا ما رأيت فيها رخصة عند غير السادة المالكي، فيما أذكر من حفظي أنني لا أذكر من أجاز التخيير في كفارة رمضان إلا السادة المالكي، وهذا فرحت بهذا الحكم فرحا كبيرا، لأني وجدت فيه سعة لكثيرين، فيه سعة لكثيرين. قوله والكفارة في ذلك على التخيير بين أنواع الثلاثة الآتية. ومحل التخيير بين الثلاثة إذا كان يكفر عن نفسه وكان حرا رشيدا، وأما لو وطئ أمته أو أكره زوجته الحرة وأراد أن يكفر عنهما فلا يصوم عنهما ولا يعتق عن الأمة. والحاصل أنه يكفر عن نفسه بواحدة من ثلاثة، وعن زوجته الحرة باثنين، الإطعام والعتق. ماشي يا شباب، حطوا فاصل هنا بعد العتق وأضيفوا واوا. وعن زوجته الرقيقة وعن أمته بالإطعام فقط. إيه معنى زوجته الرقيقة يا شباب؟ ما معنى زوجته الرقيقة وأمته؟ هناك فرق، صح ولا لا؟ مظبوط. إيه يعني زوجته الرقيقة وأمتهم؟ ولازم برضو العبارة نفهمها ولو على السريع كده. نعم نعم، أمته ملك اليمين. طيب وزوجته الرقيقة؟ نعم. ها يلا هات لشوف، قاربت ولم تسدد يا شيخ عيسى. نعم، ما الفرق بين العبارتين؟ وعن زوجته الرقيقة وعن أمته بالإطعام فقط. عن زوجته الحرة باثنين، إطعام والعتق. وعن زوجته الرقيقة وأمته بالإطعام فقط. تزوجها. طيب ومو برضو أمته برضو اسمه يعاشرها ملك يمين. ملك يمين. إذا أعتقها أصبحت زوجته الحرة. أم ولد. نعم، أم ولد بعد وفاته. هو عبد عندها؟ لا، يكون هو عبد لا، هذا حر سوف يكفر. العبد لا يكفر، العبد لا يملك. مظبوط. طيب يبقى خذوا الفائدة دي اليوم. زوجته الرقيقة يعني أن يكون الحر عاجزا عن تزوج المرأة الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت من فتياتكم المؤمنات. يبقى إجي أنا في هذه الحالة وأنا عاجز، ماشي، أو الشيخ علي عاجز عن تزوج واحدة أمة، ما معاشي يا أخي يدفع المهر وتكاليف الزواج. أخوه الشيخ عيسى عنده أمة إماء، وعنده أمة، قال له زوجني إياها، قال له إيه زوجتك إياها بمهر
لكن هذا الزواج أولاده من هذه الأمة هم عبيد لسيدها، ويقال لها تخدم سيدها، ويقال له متى ظفرت بها وطئتها. فهمت ازاي؟ ولذلك نعم، ومن لم يستطع منكم طولا يبقى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هو حر ولا يملك طول الحرة، الحرة عاوزة بيت، الحرة عاوزة نفقة، الحرة عاوزة مهر، الحرة عاوزة لبس، الحرة لها حقوق. فهمت ازاي؟ غير قادر. فالشريعة أجازت له أن يروح لعند التاني عنده إيماء كثيرات، قال له زوجني الأمة اللي عندك عجبتني، قال له أزوجك إياها، فكتب عليه العقد وأعطاها مهر، طبعا مهر منخفض غير الحرة. فهمت ازاي؟ لكن لا تبيت عنده، إنما تبيت عند سيدها. طبعا سيدها لا يعاشرها، حرام. فهمت ازاي؟ يعرف هذا الحكم الشرعي، إنما فلان له أن يستمتع بهذه الأمة، وما تنجبه من الولد هو ماذا؟ في ملكي، في ملك سيده. أما الرقيقة وعن أمته الحرة، لا، هو ملك عنده مال يشتري به أمة، فذهب إلى سوق العبيد واشترى أمة وتطبخ له وتمسح بيته وتنظف وتسكن شهوته ويعيش معه. فهمت إزاي؟ فيبقى دي ملكهم. إذن الأمة هي ملك اليمين، وزوجته الرقيقة يعني زوجته التي هي ملك رقيقة، ملك لغيره. وضحت يا شباب العبارة؟ طيب، ولذلك السيدة مارية القبطية رضوان الله تعالى عليها لم تكن زوجتنا على الحقيقة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كانت كانت أم ولد. شو أم ولد؟ يعني كانت أمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما توفي عنها وعنده منها إبراهيم وأنجبت له إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه، حين أنجبت له ولدا أصبحت ماذا؟ تملك نفسها بعد بعد وفاته، وإنما كانت أم ولدي، كانت أم ولدي. واضح يا شباب؟ أي السيدة مريم؟ نعم. ليس معنى أهدي لرسول صلى الله عليه وسلم، أي إذا أهدي لشخص، أي لشخص ما يكرمه، هل يعتبر أما؟ أما نعم، ما هي كهي بالأصل لم تكن حرة، لأن الحرة لا تهدى. الحرة لا تهدى، لا يجوز بيع الحر ولا يجوز إهداء الحر. كيف تهدي حرا؟ لا، لأننا مثلا أنت رأيت مثلا واحد عاجز عن الزواج، نعم، عنده قدرة، نعم، عندك بنت، ابنك بنت، أنت لك حرية، هذا الفتى تزوجها له بمساعدته، نعم، أو حبا لدينه، نعم، زي ما رجل داعي وكان مسيحي، نعم، لما وافق رسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول صلى الله عليه وسلم صدقه أنه رسول نبي، ثم ليس عنده شيء ما يقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهدى إليه جارية. جارية، هذه الجارية أهداها إليه، إنما كانت ملك يمين. ليه؟ لأن الحرة لا يملك. فهمت ازاي؟ لا يملك أن تقول، حتى ابنتك لا تملك أن تقول لها تزوجي فلان، أو ماذا تشدد عليها في زواج فلان، إنما زواجها من فلان برضاها، كما فعلت تلك الصحابية. قيل لها أجيزي ما أجاز والدك؟ فقالت لا يا رسول الله. ثم بعد ذلك أجازت، فقيل له كيف فعلت هذا؟ قالت حتى يعلم الناس أنه ليس لهم من أمر بناتهن شيء، ليس لهم من أمر بناتهن، يعني في أبضاعهن، ولذلك وشاور النساء في أبضاعهن. طبعا فلان لما يحب فلانا ويزوجه ابنته، هذا التزويج. فهمت ازاي؟ هذا التزويج وتيسير، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ملكا. فإذا أهدى إليه شيئا يبقى ملك. أهدى إليه هذا القلم، أهدى إليه هذه الساعة، يعني أهدى إليه إذا من باب الملكية. وأنت لا تملك ماذا؟ ابنتك، ولا تملك ماذا؟ ولدك، ولا تملك، إنما هؤلاء ملك لله سبحانه وتعالى، أحرار. هؤلاء أحرار. ماشي يا شباب؟ تزويجه من
غير المقابل. لا هي لا يملك، هو الرقيق متى قلت أعطاه أهداه يعني أعطاه شيئا مملوكا، فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه التنافي بين الملكية والحرية منافاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه امرأة تشتكي زوجها وتريد أن تتطلق منه، فتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع، وقال لها صلى الله عليه وسلم بريرة حين اعتقت وأصبحت حرة لم ترضى عند زوجها مغيثا أن تبقى عند زوجها مغيث، فهمت إزاي؟ فقالها ارجعي إليه يا فلانة. قالت يا رسول الله أتأمرني يعني بالنبوة والوحي؟ قال لا، إنما أنا أشفع. فقالت لا حاجة لي فيه، لا أريده يا رسول الله. فإذا عشان نفهم العبارة يا أخواننا وعبارة الفقهاء، وعن زوجته الرقيقة وعن أمته بالإطعام فقط، وأما العبد فيكفر بالصوم فقط، فإن عجز بقيت دينا عليه في ذمته إن لم يأذن له سيده في الإطعام. واضح يا شباب؟ العبد أولا يصوم لأنه لا يملك، فإن عجز عن الصيام تبقى الكفارة دينا في ذمته، ماشي الإطعام يعني، إلا أن يأذى له سيده في الإطعام. وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم، فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين. من هو السفيه؟ قال تعالى ولا تؤتوا إيه؟ السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني السفيه هو من بلغ غير راشد، من بلغ غير إيه؟ راشدا يعني بلغ لكنه لم يكمل عقله، لم ينضج، تصرفاته غير متزنة، غير متوافقة مع سنهم. يعني لو أعطاه مالا فهمت إزاي؟ يبذره، لو زوجه يطلق، لا يحسن التصرف، سفيه. فالسفيه هو قليل الحيلة، قليل الحيلة والتدبير. تحت غير المكلف؟ لا هو مكلف، هو فاهم، هو يعرف أن الصلاة واجبة، ويعرف أن الزكاة واجبة، ويعرف أن الصوم فرض، ويعرف أن هذا حرام وهذا حلال، فأنت إزاي؟ له مكلف، واعي لما تقول، لما تكلمه بيفهم عليك. لكن لما تديه المال بيديه لا يعرف التصرف، لا يحسن التصرف، يبذره فورا، فأنت إزاي؟ فهذا اسمه سفيه. فالسفيه يحجر عليه. نعم ممكن العبد أو مش أمة الغير، أنا عندي عبيد وإماء، عندي عبيد وإماء، وخشيت عليهم ماذا؟ أن يفسد أخلاقهم، فزوجت هؤلاء من هؤلاء ليتكاثر النسل عندي، فهذا لا مانع منه، هذه فلانة زوجة لفلان، فأنت عني شلون؟ أو عندي عبد وأردت أن أزوجه ماذا من عبد فلان، من أمة فلان، لكن هذه ليس فيها منفعة للسيد. لماذا؟ لأن أولاده فأنت من هذا العبد سيكون ملكا ماذا؟ لسيد تلك لسيد تلك الأمة، لسيد تلك الأمة. نعم يجب عليه صوم اليوم الذي أفطره، قضاء يوم وصيام كفارة شهرين متتابعين، يعني شهرين متتابعين غير اليوم الذي أفطره. يقضي يوما، لا بد من قضاء اليوم. أحسنت، هذا سؤال جميل. قضاء اليوم لا بد منه، والكفارة شيء آخر. فإن عجز بقي الدين عليه في ذمته إن لم يأذن له سيده في الإطعام. وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم، فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين. طبعا هنا في مسألة السفيه الفقهاء مختلفون، يا ترى السفيه إلى أي سن يظل سفيها، فأنت إزاي؟ الفقهاء الجمهور إلى أنه لا حد لسن السفيه، يعني لو استمر سفيها إلى 30 سنة أن نحجر عنه، لا نعطيه ماله. إلا الإمام أبا حنيف، أبو حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة هنا له فيها اجتهاد. قال أبو حنيفة إذا بلغ السفيه 25 عاما سلمنا إليه ماله، وهذه نوع، هذا نظر ثاقب من أبي حنيف. قيل له لما يا أبا حنيفة؟ قال أن إهدار ماله أهون عليه من إهدار آدميته،
إهدار إيه؟ ماله أهون عليه من إهدار إيه؟ آدميته، لأنه عمره 25 سنة. قال لأنه يصلح أن يكون جدا ولا أحجر على جد. شايفين يا شباب؟ أجداد اليوم لسه ما تجوزوش، أجداد اليوم لسه ما تجوزوش، بينما كانوا بالأول إيه يصلحون أن يكونوا إيه؟ كانوا أجدادا، أن يكونوا أجدادا. أي نعم، سافرت مرة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع سائق سيارة إلى مكة المكرمة مع بعض الأصدقاء، فسألت السائق وكان يعني في قطعته يعني نحيلة، نعم، فقلت له تحدثت معه عن الزواج، فقال لي أنا متزوج. أنت كم عمرك؟ 19 سنة. متزوج من إمتى؟ قال لي هو متزوج من سنتين، بقاله سنتين متجوز، وعنده ولدين، عنده إيه؟ ولدين، وأبوه عمره ماذا 30 عاما، وعنده بقى عنده أحفاد. فهمت إزاي؟ شوف يتزوجون إيه مبكرين، وهذا هو الصح. تزوجوا فقراء يغنيكم إيه؟ الله. ما ننفقه على الكرة نستطيع من خلاله أن نزوج شباب الأمة كلها، وأن نحفظ عليهم أخلاقهم وأعراضهم. اللهم ردنا إليك ردا إيه؟ جميلا. خلينا في الفقه. لا تفضل. العيلة ما زالت قائمة. السفة ما هو أبو حنيفة هنا لما تقول العلة ما زالت قائمة يرد عليك يا شيخ عيسى ويقول لك يرتكب أخف الضررين، ندفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى. ليه؟ لأن إهدار آدميته أشد عليه من إهدار ماله، فنرتكب أخف الضررين. وضحت؟ طيب ماشي. فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين، أي قيمة العتق والإطعام، ماشي، دمين السفيه. وقيل إن أبى السفيه الصوم مع قدرته عليه فالأولى للولي أن يبقيها في ذمته زجرا له ولا يكفر عنه. طيب تنبيه، تتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ماشي، يعني كم أفطر من يوم؟ أفطر قال يومين، يبقى عليه كفرتين، ماشي. ولا تتعدد بتعدد الفعل في اليوم الواحد، ولو حصل الموجب الثاني بعد الإخراج عن الأول، سواء كان الموجب الثاني من جنس الموجب الأول أم لا، لبطلان صومه في ذلك اليوم بالأول. وأما بالنسبة للمفعول فتتعدد بأن جامع مرأتين أو أكثر في يوم واحد، فتتعدد الكفارة عليه بتعدد المكفر عنه. بده ضرب على راسه مش كده ولا لا؟ يعني إجا في نهار رمضان وارتكب الفواحش، لم يكتفي، لم ينزجر، يبقى عندنا في هذه الحالة ثلاث أشياء ينظر إليه في هذا التنبيه، وهذا التنبيه جميل جدا. أولا أن التكفارة تتعدد بتعدد إيه؟ الأيام. كم أفطر في هذا رمضان من يوم؟ قال أفطر فيه ثلاثة أيام، إذن عليه ثلاث إيه؟ كفارات. انتهينا من دي، ماشي. قال ولا تتعدد بتعدد الفعل في اليوم الواحد، مش كده ولا لا؟ بتعدد الفعل في اليوم الواحد، يعني هو أفطر ضعفت نفسه فأفطر بالجماع، وبعد أن أفطر أكل وشرب، فهمت ازاي؟ وهكذا، ماشي. يبقى في هذه الحالة برضو عليه إيه؟ كفارة واحدة. لا تتعدد الكفارة بتعدد الفعل في اليوم الواحد ولو من أكثر من جنس، يعني زي ما قلنا جماع وأكل وشرب، ماشي. إمتى تتعدد يبقى كمان في اليوم الواحد؟ تتعدد بماذا؟ تتعدد فيما لو تعدد المكفر عنه. أليس لو أنه أكره امرأة يكفر عنها؟ صح؟ فهو في هذا اليوم جامع وعاشر أكثر من امرأة، فهمت إزاي؟ طبعا أنت احمل أمره على الأمر الحسن، يعني عنده أكثر من زوجة، فهمت إزاي؟ حملا لأمر المسلم على إيه؟ على الحسن،
ما تقولش فساد. فانويها زوج عنده اكثر من زوج او عنده زوجه وامتين او زوجه وامه، فجامع هذه وجامع هذه، يبقى تتعدد عليه الكفاره بتعدد ايش المكفر عنه. واضح يا شباب؟ إذن الكفارات تتعدد بتعدد ايه الايام، وتتعدد بتعدد ايش المكفر ايه عنه، لكنها لا تتعدد الكفاره بتعدد الموجب في اليوم ايه في اليوم الواحد. نعم نعم افطر ابتداء، لكن لك ان تقول نعم كيف نعدد عليه الكفاره مع انه افطر بالاولى، لانه الثانيه ايضا اسمها لما واقع امته او واقع زوجته الثانيه اليس قد افطر صومها؟ فاذا عليه ان يكفر عنها، صح ولا لا؟ فهو سوف يكفر عن نفسه وعن زوجته الاولى، وسوف يكفر عن زوجته ايه الثانيه لانه اجبره وهكذا. طيب نعم لا، في اليوم الواحد هو طالما في اليوم الواحد أفطر بالفعل الأول أصبح مفطرا خلاص، لكن نحن عددنا عليه الكفارة هنا مع أن الفعل متعدد. لك أن تقول أليس هذا هناك تناقض بين قولنا أنه إذا تعدد الفعل في اليوم الواحد فلا كفارة، وبين قولنا إذا تتعدد الكفارة بتعدد المفعول؟ نعم نقول بتعدد المفعول، لأنه لما عاشر زوجته الثانية، فهمت عني شلون؟ إذن وجب على زوجته الثانية الكفارة. الكفارة هذه في رقبة من؟ في رقبته هو الزوج، فهمت إزاي؟ فهي تعددت عليه في اليوم الواحد بهذا الاعتبار، بهذا إيه؟ الاعتبار. لكن لا، هو هي مسألة واحدة الحقيقة، الحقيقة المسألة إيه؟ واحدة، تتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ولا تتعدد ماذا الكفارة بتعدد الفعل في اليوم الواحد، إلا إذا كانت ماذا المفعول ماذا مكلفا، يبقى فيه يكفر ماذا عن المفعول ماذا التي هي زوجته أو إيه أو أمته. نعم أي نعم نعم في هذه الحالة، لكن هو لم يقول هذا الكلام لأنه الصورة هنا، لأن هنا المرأة في حال في حالة المنع من الصلاة لا تؤتى، فلذلك الصورة غير يعني كاملة من كل الوجوه، إنما يؤتى بها للتمثيل لإيش، ولا يشترط في المثال الصحة، اكتبوها هذه القاعدة، ولا يشترط في المثال إيه الصحة، يعني حينما نأتي بمثال لا يشترط فيه الصحة من كل وجه، إنما هو للتصوير، لتصوير المسألة. إن كان من غير الإكرام تجب عليه النفقة، تجب عليه لأنها من نفقة، لأنها من النفقة. البنت أيضا نفس الشيء، نعم تجب الكفارة على أي نعم، زي ما قال السفيه، لأن السفيه متى قلنا سفيه إذا نفقته على وليه. قوله إطعام، المراد بالإطعام التمليك والإعطاء، وليس المراد أن أنه يجعله طعاما ويطعمه للفقراء بأن يجعله غذاء أو عشاء، غداء أو عشاء، فإن ذلك لا يجزئ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يريد الشيخ أن يقول الإطعام المراد بالإطعام التمليك وليس المراد بالإطعام الإباحة. يعني إيه الإباحة والتمليك يا شباب؟ هنا ممكن تحتضع للفقير 60 فقير تفضلوا تغدوا عندي وتحطوهم صفرة ويقعدوا يأكلوا، هذا اسمه إباحة ولا يسمى تمليك، فهمت إزاي؟ لكن لو وضعت له كيس رز وديته إياه هذا طعام وإطعام، لكن فيه إيش تمليكا، هو يخليه معه في بيته وهو يبيعه ويتصرف فيه زي ما هو عاوز، أو أعطيته فلوس في إيده تمليك، فهمت إزاي؟ لكن لو وضعت له صفرة يجلس مع الناس ويأكل هذا اسمه إيه؟ إباحة وليس إيه؟ وليس تمليك. ليه؟ قال لأنه يحق له أن يأكل لك، لكن ليس لا يحق له أن يأخذ، لا يحق له إيه؟ أن يأخذ. ففرقوا بين التمليك وبين إيه؟
إباحة، ملكتك هذا الشيء وأبحت لك هذا الشيء، فأباح له ليس له أن يحمل، وملكه إذن له ماذا؟ مطلق التصرف، مطلق إيه؟ التصرف. طيب، قول: المراد بالإطعام التمليك والإعطاء، وليس المراد أن يجعله طعاما ويطعمه للفقراء بأن يجعله غداء أو عشاء، فإن ذلك لا يجزئ، وكذلك لا يجزئ حتى في الزكاة، لا يجزئ حتى في الزكاة. ولذلك نقول موائد الرحمن لا تصح أن تكون من الزكاة، موائد الرحمن لا يصح أن تكون من الزكاة. لما لا يصح أن تكون؟ لأنه ليس فيها تمليك. قال تعالى: وآتوا الزكاة، والإيتاء هو التمليك، والإيتاء هو التمليك، إنما المراد به الإباحة، هذا الإطعام إباحة، فأنت أبحت. وكمان هناك يعني شرط آخر فاسد في مسألة مائدة الرحمن لا تصح من الزكاة، أيضا لأن هذا الطعام يأكل منه الفقير والغني، يأكل منه الفقير والغني. طيب، نعم، كفارة اليمين لابد، نعم، كفارة اليمين لابد فيها من التمليك، نعم، وهذا أمر برضو جيد، أحسنت، لابد فيها من التمليك، أن تملكه لإطعام. قال وذلك الشيخ عم يأسر إطعامه، وفي كفارة اليمين إطعام، ذكرت الإطعام أيضا، فكفارته إطعام 10 مساكين، فيراعى فيها التمليك ويراعى فيها العدد. كفارة اليمين يراعى فيها التمليك ويراعى فيها العدد. يعني كفارة اليمين تعاوز تكفر كم عن اليمين؟ ب30 جنيه، ماشي، 30 جنيه، لازم أو 50 جنيه، تفك 10 5 وتوزعها إلى 10 أشخاص. وهكذا كان يفعل شيخنا، كان يملكه بيده الفقير. عندك بواب، كم عنده من الأولاد؟ عنده 5 6، ما تقولش خذ 50 جنيه عن كفارة اليمين، هذا خطأ. فأنت إزاي؟ كم عنده أولاد؟ عنده 4 أولاد، وهو زوجته يبقى 6، قل له خلاص أنا وكلت لك تعطي لكل واحد بولد 5 جنيه، فأنت إزاي؟ يبقى 30 جنيه، والباقي توزعه لغيره، وهكذا. فلا بد من الكفارة التمليك. الإطعام مثلا المقصود الإطعام تمليك، تمليك بدون أن تطبق الطعام تناديه في بيتك، لا، ما ينفعش كده، لأن هذا، نعم، هو جيد أن تطبخ بنفسك وأن تطعم الفقير بنفسك، هذا شيء جيد، لكنه في غير كفارة اليمين أو كفارة رمضان، الإفطار في رمضان، هذا من الصدقات. أعد السؤال، أطعمهم جميعا؟ لا، لابد أن أصحح له إذا كان مليا، يعيد حتى تبقى في ذمته. لا، هذا إطعام، هذا إطعام، لا، ليه؟ هذه فيها نص، وأبو حنيفة قال الإطعام أن تأتي بفقير واحد تطعمه كل يوم، يعني تعطيه طعام كل يوم، كل يوم 60 يوما، هو فقير واحد، فقد تتجدد الحاجة كتجدد العين. فكل الفقهاء أراعوا العدد، لأن العدد نص في أصول الفقه، جعلوه منصوصا عليه، لا يجوز تجاوزه، العدد لا يجوز لا نقص منه ولا زيادة عليه، 60 مسكينا. ثم قال لك هنا: لابد من المراد بالإطعام التمليك والإعطاء، أن تملكه ماذا؟ هذا الطعام. نعم، يجوز؟ لا، ما جميل السؤال ده، يعني إطعام 60 مسكين، يعني لو قلت كل مسكين 5 جنيه ضرب 60 × 50 × 6 = 300 جنيه، صح؟ صح القسمة كده؟ 300 جنيه، خذ يا فلان 300 جنيه دي عن كفات الإفطار عني، قال لا يصح. نفعها نعم، لكن لابد أن توزعها على حسب العدد، فهمت إزاي؟ لكن لك أن عند الحنفي لك أن تعطيه كل يوم 5 جنيه طيلة شهرين، فهمت إزاي؟ لمدة شهرين. أما أن تعطيها لواحد فقط، انظروا إلى هذا الحكم، في هذا جميل جدا. المراد بالإطعام التمليك والإعطاء، وليس المراد أن يجعله طعاما
يطعمه للفقراء بأن يجعله غداء أو عشاء فإن ذلك لا يجزئ. قوله 60 مسكينا دي مسألة تانية، تكلمنا دلوقتي على التمليك صح؟ أنه ما ينفعش تحط له صفرة ويقعد يأكل، ماشي. جينا للعدد دلوقتي، قوله 60 مسكينا أي لا أزيد ولا أنقص. فلو أعطى 60 مدا ل30 مسكينا لكل واحد مدان فلا يجزئه. نعم، لو أعطى 30 أخرى لكل واحد مد لكل واحد مد أجزأه. شكله لو أعطى، نعم لو أعطى 30 أخرى لكل واحد مد أجزأه، وله أن يسترجع من كل واحد من الأول ما زاد على المد فيعطيه لغيره حتى يستكمل 60 مسكينا. إن بين أن المدفوع كفارة وكان باقيا، ماشي، يعني أطال واحد كل واحد مدين، 30 واحد كل واحد اداه مدين، وقالهم دي كفرت يمين على فكرة يا جماعة، بعدين راح سأل الشيخ فقالوا لا ما ينفعش لازم كل واحد مد، قال يرجع على 30 قولهم يا جماعة أنتم معاكم من الثاني، ما لو سمحتوا رجعوا لي مد، لأن قلت لكم دي كفرتي، مش قلت لكم دي كفرتي يمين؟ قالوا أيوة أنا كفرتي، إيه إطعام في رمضان أو إفطار في رمضان، قال رجعوا لي. فهمت إزاي؟ طيب، فإن لم يبين أو بين وذهب من يد المسكين فلا رجوع له إيه عليه. نعم، قال له رحم الله أباك، رحم الله إيه أباك، كان يقلي ويشكشك بالدياك، كان بيعملنا العزايم أبوك كان كريما، فقال له بصل وعدس لم يبقى شيء من ذاك، بصل إيه وعدس لم يبقى شيء من ذاك. نعم، طيب، فإن لم يبين أو بين وذهب من يد المسكين فلا رجوع له عليه، لأنه هو الذي سلطه عليه على إهلاكه. وكذلك لا يجزئ إن أعطى 120 مسكينا 60 مدا لكل واحد نصف مد. نعم، لو كمل 60 بأن أعطاهم بعد ذلك لكل واحد نصف مد أجزأهم، لأن كل من 60 صار معه مد كامل. أفاده الشيخ في الحاشية هنا مع زيادة من النفراوي، وهذه يا شباب من أهم ما يعني ما ينتبه إليه في مثل هذه المسائل. نحن نتكلم في كفارة الإفطار في رمضان. قوله بل المحتاج، وليس المراد بالمسكين هنا ما يراد به في الزكاة بل المحتاج. قوله بل المحتاج أي ليشمل الفقير، لأن المسكين أحوج، ليشمل الفقير لأن المسكين أحوج، لأنه الذي لا يملك شيئا أصلا. يبقى لما قال 60 مسكينا، فهمت عن إشلون؟ معنى ذلك أن تختار 60 واحدا من هؤلاء لا يملك شيئا، لكن لو مالك شوية غاية الأمر أنه لا يجزيه ولا يكفيه نفقته خلال العام ما ينفعش تديله. لو أخذنا بظاهر عبارة 60 مسكينا، وفي هذا حيرة، أنا إيه اللي عرفني؟ فهمت عني شلون؟ وحروح أفضح الناس، إنما نحن علينا الظاهر. يبقى كلمة المسكين يعني عموم المحتاج. إيه عموم المحتاج؟ سواء كان لا يملك شيئا وأخذوها في هذه من هذه قوله تعالى، أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة، متربة يعني لصقت يده بالتراب لا يملك شيئا. نعم، والفقير من عنده شيء لا يكفيه لعامه، عنده شيء غاية الأمر أنه لا يكفيه لعامه. والقاعدة أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، اجتمع افترق، أي يعني اجتمع افترق، نعم إذا اجتمع افترق، حين يجتمعان يفترقان. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ها هم مجتمعين فقير ومسكين، لكن لما يقعدوا 2 قدامك، واحد فقير واحد مسكين، مجتمعين هن لكنهم مفترقين، قال هذا لا يملك شيئا وهذا فقير عنده ما لا يكفيه طيلة عام. وإذا افترق اجتمعا، وإذا افترق اجتمعا، اجتمعان على في في الاحتياج، في في الاحتياج، يعني عندهم ما يجمعهم هو مطلق الحاجة، مطلق الحاجة. هو
نعم أطعم 120 مدا ولا أقل من مد؟ مدا خلاص، يعني هو جاء إذن يبقى بالمطلوب وزيادة، هو مطلوب 60، المطلوب منهم إيه؟ 60 مدا. 60 مدية إما يعطيها لـ30 فقير وثلاثين مسكين، أو لـ60 مسكين أو لـ60 فقير، أو لا يراعي هذه الدقة اللغوية وإنما يعطي للمحتاج عموما. لإيه؟ للمحتاج. قوله بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أي ومد النبي صلى الله عليه وسلم ملء الحفنتين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. ملء الحفنتين، هذه حفنة يا شباب، لا هي مفتوحة كده ولا هي إيه؟ مقبوضة، إنما ها لا زي الواحد ما يعمل كده خذ، ولا هي مبسوطة مفتحة زيادة، ولا هي إيش مغلقة فوق الحاجة، وإنما ها أي واحد حياخذ حفنة يأخذ كده ويحط أخذ ويحط. مد النبي عليه الصلاة والسلام. قوله رطل بكسر الراء أفصح من فتحها، رطل ورطل. قوله البغدادي بدالين مهملتين، ويصح إعجامهما إعجامهما. طيب يعني يبدأ البغدادي البغذاذي، طيب وإعجام إحداهما البغدادي البغذادي، وإهمال الأخرى، وإبدال الأخيرة أخيرة نونا البغداني. يبقى كم لغة شباب فيها؟ يبقى البغدادي والبغذاذي والبغذادي والبغداذي والبغداني، خمس لغات فيها، خمس ايه؟ لغات. طيب قوله وهو أفضل، نعم وهو أي الإطعام أفضل، أي من العتق والصوم، وإنما كان الإطعام أفضل لأنه أشد نفعا لتعديه للستين، لتعديه لستين أو لتعديه الستين، بخلاف العتق فإنه متعد لواحد. نعم يبقى لستين أحسن من تعديه الستين، لتعديه إيه؟ لستين، بخلاف العتق فإنه متعد إيه؟ لواحد، والصوم لعدم تعادي تعديه. قوله على التخيير، يعني والكفارة الحاصل أن كفارة الصوم على إيه؟ على التخيير، أي على المشهور، ومقابله ما أفتى به يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن الأندلسي. شكله مش يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن، لا أفتى الأمير عبد الرحمن الأندلسي، ماشي، حين سأل الفقهاء، سأل مين؟ الأخير، الأخير الأمير، سأل الفقهاء عن وطئه جاريته في نهار رمضان من لزوم تكفيره بالصوم، وسكت الحاضرون، وسكت إيه؟ الحاضرون. ثم قال له لما لم تخيره؟ وهذا حكمة كبيرة، يعني المفروض ألا يختلف أهل العلم بين العامة، لأن اختلاف أهل العلم بين أهل العامة بين العامة لا تتسع له عقول العامة، عقول العامة لا تتسع للخلاف، فهمت ازاي؟ واتفاقهم ولو مع بعض الاختلاف خير من أن يختلفوا أمام العامة، لأن العامة تزري بعد ذلك وتحط من مكانة أهل العلم، ولا يعرفون أن هناك المسألة فيها سعة والمسألة فيها يسر، وما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويدل على الصدق في الدين وعلى تحمل المسؤولية والأمانة، لا يفهمون هذا، يقول مشايخ بيختلفين، فهمت ازاي؟ ويفهمون خطأ أن الإسلام كله فيه اختلاف، فلذلك يعني ينبغي أن لا نختلف أمام العامة، أن لا نختلف بيننا ونتناقش ونأخذ في الدليل، نعم ونعطي، لكن ليس أمام العامة وهكذا. فقال لو خيرته لوطئ كل، قال لو خيرته، أقول أنت المذهب لما لم تخيره؟ فقال لو خيرته لوطئ كل يوم وأعتقى فلم ينكر عليه. قال القرافي إن الكفارات شرعت للزجر، والملوك لا تنزجر بالإعتاق لسهولته عليهم، فتعين ما هو زاجر لهم،
فهذا من النظر في المصلحة ولا تأباه القواعد. وقيل إنه رآه لا يملك شيئا وما بيده لبيت المال، لكنه تستر بالتعليق التعليل السابق. ماشي يا شباب. وقيل إيه إنه بعد قيل إنه رآه لا يملك شيئا وما بيده لبيت المال، لكنه تستر بالتعليل إيه السابق. يعني هل هذا ولي الأمر؟ ولي الأمر لا يملك شيئا، ما بيده وما بين يديه من بيت مال المسلمين للمسلمين، وإنما هو موظف. الصديق رضوان الله عليه في أول يوم من خلافته ذهب إلى السوق فلحقه الصحابة وقالوا له إلى أين يا صاحب رسول الله؟ فقال إلى السوق. فقالوا له ومن للمسلمين؟ فقال ومن لعيالي؟ ومن لعيالي؟ نعم. فقالوا له نعم ارجع وسنجعل لك ماذا ما يكفيك وعيالك من بيت مال المسلمين، حنحط لك معاش. فقال الصديق رضي الله عنه ولكم علي ألا أشبع، ولكم علي ألا إيه ألا أشبع، رضوان الله تعالى عليه. طيب قوله يعتق رقبة مؤمنة، أي بشرط أن تكون كاملة الرق غير ملفقة، يعني غير منصفة. طيب ويشترط أيضا أن تكون محررة للكفارة، احترازا عما إذا اشترى أمة اشتاط بائعها على مشتريها العتق، أفاده الشيخ في حاشية الخرشي. قولهم من العيوب الفاحشة أي كقطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإنقل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص ونحو ذلك. قوله لغير عذر، أما إن أفطر لعذر كان أفطر ناسيا فلا يقطع التتابع. يبقى عم يتكلم الشيخ، قال شهرين متتابعين فلو أفطر لغير عذر، يعني لو أفطر ناسيا ألا يتابع، لو أفطرت هي من أجل إيش العذر، عذر الحريم. فهمت إزاي؟ طبعا نتكلم عن في القضاء أو في الكفارة مثلا، قال في هذه الحالة لا يقطع التتابع، هذا عذر. قوله وهي عتق أفضل وهو المعتمد، وهو إيه المعتمد. طيب قوله إلى الحلق، هذا كلام آخر وهو طيب نكمل معلش. ثم شرع يذكر المنافذ التي هي غير الفم، فقال وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه، وما وصل من غير الفم نعم إلى الحلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه، وأما إذا اكتحل ليلا فهبط إلى جوفه نهارا فلا شيء عليه. نعم. ثم بالغ على ما يفطر فقال ولو كان الواصل بخورا يجد طعمه، فإن وقع له شيء من ذلك ففيه القضاء فقط، ومثله في وجوب القضاء البلغم الممكن طرحه والغالب من المضمات والاستنشاق، وكذا ما وصل إلى المعدة من رطوبة السواك، وكذا كل ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة ففيه القضاء فقط، وكذا من أكل شاكا في الفجر ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء دون الكفارة، ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب أو بعوض أو نحوه مما سبق إلى الحلق لمشقة الاحتراز عنه، وكذا غبار الطريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه، وكذا غبار القمح للكيال، فلو تعاطى شيئا من ذلك لغير ضرورة لزمه القضاء دون الكفارة، ولا قضاء في حقنة من إحليل وهو مخرج البول لأنه لا يصل إلى الأمعاء، أضيف إليها لا، لأنه لا يصل إلى الأمعاء لأن المثانة حائلة بينهما، وإنما يجتمع من الرشح نعم لا من المنفذ، ولا قضاء في دهن جائفة وهو الجرح النافذ من البطن أو الظهر إلى الجوف، لأنه لا يدخل مدخل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته،
ولما أنهى الكلام على أحكام القضاء والكفارة شرع في ذكر ما يجوز وما يندب وما يكره يعني للصائم. طيب قوله ثم شرع يذكر المنافذة. نعم هنا ذكر هنا وهل العتق أفضل؟ أي قال هو المعتمد. ومرنا يعني معنا قبل قليل لأن الأفضل هو إطعام. إطعام الإطعام أفضل من العتق من 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 إيه من العتق، والعتق أفضل من الصيام. فهمت عني شلون؟ بين العتق والصوم. نعم بين العتق إيش والصوم، هنا يتكلم إيش عن العتق والصوم، وهناك تكلم عن الخلاف بين الأفضل بين العتق وإيه والإطعام. يبقى الإطعام هو بأعلى الدرجات، ويأتي بعده العتق، ويأتي بعده إيش الصوم. ماشي أحسنت. قوله إلى الحلق ثم شرع يذكر المنافذ التي هي غير الفم، فقال وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن، يبقى يفطر أو عين أو أنف أو نحو ذلك. قوله إلى الحلق أي ولو رده حيث كان مائعا، ولا فرق عندنا بين أقصى الحلق وأدناه وأوسطه كما في حاشية الخرش. قوله من أذن أي كصب دواء فيها، وأما نكشها بعود ونحوه فلا شيء فيه ولو خرج خرؤها. وقالت الشافعية إن نكش باطن أذنه فإنه يفطر، خرج خرؤها أم لا بشرط أن لا يكون جاهلا وأن يكون ذاكرا مختارا. قوله أو نحو ذلك من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك، أي كعين ورأس لا رجل أو يد، فيجب القضاء من دهن رأسه فوجد طعمه بحلقه، أو جعل برأسه حناء فاستطعمها بحلقه، بخلاف من حك رجليه بحنظل فوجد طعمه في حلقه فلا قضاء عليه. وكذا لا قضاء في ثلج قبضه بيده فوجد برودته بحلقه. يعني اللام هنا مقربينها قوي على إلى قضاء، فاكتبوها بعيدة. لا قضاء، لا قضاء، افصلوا اللام عن نعم عن كلمة قضاء. قوله كما إذا اكتحل نهارا فوصل لحلقه، أي تحقيقا أو شكا فعليه القضاء، لكن مع الحرمة في الأول والكراهة في الثاني. وأما إن تحقق عدم الوصول فلا قضاء عليه. قوله وأما إذا اكتحل ليلا إلى آخره، وكذا لا شيء عليه إذا جامع ليلا فنزل ماؤه بعد الفجر فلا قضاء عليه. وكذا إذا لاعب زوجته قبل الفجر وخرج منه المذي بعده ما لم يخرج من كل منهما عن فكر مستدام بعده، يعني لكنه بعد الفجر، ما لم يخرج عن فكر مستدام منهما أو منه لكن بعد طلوع الفجر. وإلا في الكفارة في الأول والقضاء في الثاني. ماشي طيب. أفاده الشيخ في حاشية الخرش وقرره شيخنا، يقول وكذا لا شيء عليه إذا جامع ليلا فنزل منيه بعد الفجر. يعني لو نزل ما منيه بعد الفجر عن فكر مستدام، عن فكر إيه مستدام، استدام التفكر أو النظر فأمنى، فهذا عليه القضاء إيه والكفارة. لكن لو استدام النظر ونزل مذيه فعليه ماذا؟ القضاء دون الكفارة. قال وكذا لا شيء عليه إذا جامع ليلا فنزل منيه بعد الفجر فلا قضاء عليه. وكذا إذا لاعب زوجته قبل الفجر وخرج منه المذي بعده ما لم يخرج من كل منهما عن فكر مستدام بعده. نعم وإلا فالكفارة في الأول والقضاء في إيه؟ في الثاني. طيب أفاده الشيخ في حاشية الخرش وقرره شيخنا، قوله بخورا بفتح الباب وزن صبور،
قوله يجد طعمه، وأما لو تبخر ولم يجد طعمه فلا شيء عليه. والحاصل أن من تعمد وصول دخان البخور إلى حلقه لزمه القضاء، سواء كان بخوره أو بخور غيره. وإن دخل في خلقه في حلقه بدون تعمد فإن كان من بخوره قضى. مش بخوره هو؟ طيب يمكنه الاحتراز عنه؟ هل يمكنه الاحتراز عنه؟ بخور كمفروض هو ما عملش البخور، وإلا فلا. أفاده شيخنا واستنشاق قدر الطعام بمنزلة البخور، لأن ريح الطعام له دسم يتقوى به الدماغ ففيه القضاء، ولا يقضي من شم مسكا أو غيره مما له رائحة طيبة بدون دخان لكنه مكروه. وكذا لا يقضي من تعمد شم دخان الحطب، بخلاف الدخان المشروب فإنه يفطر، فإنه إيه؟ يفطر. نعم، هذه الأمور لا توجد فيها مشقة. نعم، يعني إذا كان هناك ضرورة ولا يمكن الاحتراز منه يبقى معفو عنه. لا، معجون الأسنان لا يستعمل معجون الأسنان قولا واحدا. معجون الأسنان لأنه له بقايا، فهمت ازاي؟ بقايا ولا يمكن الاحتراز منه. ننظفه بالسواك، ننظف الأسنان بإيش؟ بالسواك، أو يكون بفرشاية ليس عليها المعجون، هذا أحوط. نعم يستعمل. نعم سيأتي معنا. من أجاز المعجون. نعم من أجاز المعجون يستعمل. الاحتياط أولى، الاحتياط إيه؟ أولى، لأن حتأخذ المعجون وتضعه في الفرشاية وتطريه بشيء من الماء، فأنت إزاي؟ وتظل تأخذ ماذا؟ وتستاك بهذه الفرشاية تنظف، فأنت إزاي؟ وبعد ذلك تمضمض وتلقي، يعني قد يعسر لاحتراز عن شيء من شيء من فضلات المعجون أن تدخل ماذا؟ إلى الجوف، فأنت إزاي؟ فهذا أمر يعني الاحتياط أولى. فإن كان ولا بد يستعمل الفرشاية من غير معجون، وإن كان اسمه يستطيع وعنده السواك يستعمل السواك، المسواك أفضل. قبيل الفجر لا خلاف فيه، قبيل الفجر إيه؟ لا خلاف فيه، ولو بقي طعمه مثل الكحل. مثل ايش؟ الكحل. فقوله البلغم الممكن طرحه، طيب ففيه القضاء فقط، ومثله في وجوب القضاء البلغم الممكن طرحه. والغالب من المضمضة والاستنشاق. جماعك ولا لا؟ اي العبارة شفتها؟ والغالب ايه؟ من المضمضة وايه؟ والاستنشاق. ايه يعني الغالب من المضمضة والاستنشاق؟ عبى بؤه بالماء وعم يتمضمض فسرقه الماء فدخل في جوفه. نعم هذا مخطئ، هذا ايه؟ مخطئ، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن ماذا حصل منه؟ ايش الفطر؟ يعني قصدي وصلنا يعني لا يمكن التجاوز عن هذه الأمور من الطبخ ومن لا الطبخ هذا يجوز، لأن المرأة في بيتها، فهمت ازاي؟ مضطرة إلى أن تطبخ. نعم مضطرة إلى أن تطبخ، وإلا أنا أقول لها تلثمي، فهذا فيه من المشقة والعنت وما جعل عليكم في الدين. لكن قاية الأمر أن أقول لها لا تجعلي ماذا؟ تقرب من وجهك كثيرا ماذا؟ أو تستنشقي، تتصنع الاستنشاق. إنما الأعمال بالنيات، ثم ما نستطيع أن نحترز منه نفعله قدر الإمكان. قوله البلغم الممكن طرحه هذا ضعيف، والمعتمد لا قضاء عليه ولو أمكن طرحه، ولو وصل إلى طرف اللسان إلا أن يخرج من الفم ثم يأخذه. وكذا لا شيء في الريق المجتمع في الفم، ولا في بلع ما بين الأسنان. جزاه الله خيرا، يعني قال البلغم ليس فيه شيء ولا الريق ولا شيء من هذا، إلا إذا جمعه في فمه، فهمت عن شلون؟ فهذا مكروه، هذا يبقى إيه؟ مكروه، لكنه لا يفطر. قوله وكذا ما وصل للمعدة من رطوبة السواك، لا مفهوم للمعدة بل وصولها للحلق فيه القضاء. رطوبة السواك يعني مش قال ما غلبه من المضمضة والاستنشاق،
يعني وضع الماء في فمه وأكثر من الماء، قال بالغ في المضمات والاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ إلا أن تكون صائما، بالغ في المضمات والاستنشاق إلا أن تكون صائما صلى الله عليه وسلم. قال وكذا ما وصل إلى المعدة لا مفهوم للمعدة بل وصولها للحلق فيه القضاء. قوله ولو بالحقنة هو صب الدواء في الدبر بآلة مخصوصة وهي مكروهة إلا لضرورة فتجوز، ومثل الحقنة في وجوب القضاء ما وصل إلى المعدة من ثقبة تحت المعدة أو فوقها أو من نفس المعدة. وحاصل المعتمد في هذه المسألة أنه إذا كان من ثقب تحت المعدة ووصل فإن كان مائعا أفطر وإلا فلا، وأما فوق المعدة أو في نفس السرة يفطر بالواصل منهما مطلقا مائعا أو جامدا. أفاده شيخنا الثقبة التي وصل منها هذه الرطوبات أو هذا السائل إذا كانت الثقبة من نفس السرة، نعم من فوق المعدة أو من المعدة، ماذا فهذا مفطر، أما إذا كان من أسفل إلا أن يكون مائعا. قوله المائعة أي لا الجامدة إلا أن يتحلل عقب الإدخال قبل وصوله، والمراد حقنة في الدبر أو في فرج امرأة لا في عضو رجل فلا شيء فيها. والحاصل أن ما وصل من منفذ عال للجوف يكون مفطرا مطلقا كالواصل منه للحلق إن كان مائعا لا جامدا، ورده فلا شيء عليه، ولا فرق في المنفذ العالي بين أن يكون واسعا أو لا كالأذن والعين. وما وصل من منفذ أسفل يكون مفطرا إن كان مائعا من واسع كدبر أو فرج امرأة لا عضو رجل كما تقدم. قوله شاكا في الفجر وكذا من أكل ففيه القضاء فقط، وكذا من أكل شاكا في الفجر. شك في الفجر يا ترى طلع ولا ما طلعش، فأكل بعد ما أكل شك، هل أنا أكلت بعد الأذان أو مع الأذان؟ فهمت إزاي؟ هو شك لأنه في بلد ليس فيها أذان وليس عنده ساعة. طيب وكذا الغروب فالقضاء والحرمة، القضاء إيه والحرمة، لأنه لا ينبغي عليه كما قلنا البارحة أن يأتي إلى عمل دون أن يعرف حكم الله فيه. بعض الأحيان الناس في بيوتاتهم في أيام رمضان يفتحون التلفاز صح قبيل المغرب وهو يسكن في الإسكندرية وسمع أذان في القاهرة وأذان القاهرة متقدم على أذان الإسكندرية، مش كده ولا لا؟ فهو ظن أن هذا أذان قناة الإسكندرية أو ظنه أذان الحي، فأفطر قبل الأذان البلد بخمس دقائق أو ما شاكل ذلك، عليه القضاء ولا لا؟ عليه القضاء. طيب نعم القضاء فقط لأنه ليس فيه هتك حرمة الصوم. هي متى تجب الكفارة؟ عند هتك حرمة وهذا الراجل يا أخي صام يوم كامل قد خمس دقائق بس خطأ أفطر خطأ، كيف يكون متيقنا وهو صائم؟ أي ليس متيقن، يبقى هذا مخطئ لغاية الأمر، أنه تهاون ماذا في التحري. هو كفارة عليه منين طلبنا منه القضاء؟ من أجل تهاونه في التحري، ما تحراش دغري أسرع ماذا إلى الإفطار، فقلنا عليك القضاء. لكن لو تحرى وفهم من خلال تحريه أنه خلاص أغربت الشمس من خلال اسم الثاني بعد التحري، فهذا ما فيش مشكلة. نعم نعم أفطر مخطئا مخطئا، هذا ليس شاكا، أفطر مخطئا، والمخطئ أنت ظننت الذي القادم هناك فلان، فهمت إزاي؟ وهو يشبهه في الهيئة فحلفت والله فلان قدم، فهمت إزاي؟ وهو فلان آخر فأنت حلفت وأنت تعتقد أنه فلان، فأنت لست شاكا تعتقد أنه فلان لكنك مخطئ في هذا الاجتهاد. واضح يا شباب؟
نعم، فالفك الجهة منفك. طيب، ومحل القضاء في هذا كله ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر، يتبين أو بعد الغروب، وإلا فلا قضاء. أكل وقام صلى وبعدين شك، بعد ما شك ذهب إلى الساعة فوجد نفسه لا هو أكل قبل الأذان، طيب خلاص، لا تبين له لا ده هو أذان الإسكندرية مظبوط، طيب خلاص لا شيء عليه. وإذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فكف وطرح ما في فمه أو نزع فرجه فلا قضاء عليه. وأما لو سكت قليلا متعمدا لزمه القضاء والكفارة. ماشي يا شباب؟ نعم. نعم، الإمام الشافعي رضوان الله عليه قصر الكفارة على الوقاع، على الجماع فقط، ما فيش كفارة إلا في الجماع. ليه؟ لأن النص ورد في ماذا؟ في الرجل في الأعرابي يلطم خده وينتف شعره، فهمت ازاي؟ ورد في هذا الرجل، فقيل له لا، الفقهاء قالوا ليس مراد به العلة، ليس الجماع، وإنما المعلة العلة هي هتك حرمة إيه؟ الصوم، والهتك حرمة الصوم تتأتى بالجماع وتتأتى بالأكل والشرب وإلى ما هنالك. قوله أو بعوض أي ناموس، قوله أو نحوه، الأولى حذف قوله أو نحوه لأن غير الذباب والبعوض ليس مثلهما. قوله وكذا غبار طريق وإن لم يكثر الغبار، وأما دخول غبار غير الطريق لحلقه غلبة فيوجب القضاء فيما يظهر. نعم نعم أي نعم، غلبة فيوجب القضاء فيما يظهر. على كل يعني ما كان بالغلبة نعم في هذه الحالة ولا يمكن الاحتراز عنه، هذه المهمة جدا، هو غلبة لكن هل يمكن الاحتراز عنه أو لا يمكن الاحتراز عنه؟ فإذا كان يمكن الاحتراز عنه إذا فيه القضاء، إذا كان لا يمكن الاحتراز عنه ماشي يا أخي في يوم في غبار في غيم، نعم ومكان العمل أو دخان السيارات، نعم دخان السيارات، نعم لا شيء فيه. تنبيه، لا يلزمه أن يجعل على فمه شيئا يمنعه من غبار الطريق، ولو غلب على الظن وصول غبار إن لم يفعل، كما هو النقل والذباب كذلك، كما هو النقل يعني كما مر معنا. وانظر إذا احتاج لكنس البيت هل يغتفر ما وصل للحلق من غبار أو لا، أفاده الشيخ في حاشية الخرش. قوله لصانعه قيد في دقيق وما بعده، ودخل في قوله صانعه من يكيله ومن يطحنه ومن يرفعه من محل لآخر، وأما غير الصانع فعليه إيه؟ القضاء، يعني يبقى غلبة ولا يمكن الاحتراز إيه؟ عنه. ليه؟ لأنه دي صنعته، ده أكل عيشه، فهمت إزاي؟ فائدة، إذا جاء رمضان في زمن الصيف هل يجوز للأجير الخروج للحصاد ولو لزم عليه الفطر أم لا؟ دي مسألة حلوة. قال البرزولي يجوز إن احتاج له لمعاشه، يجوز له الخروج إن احتاج إيه؟ لمعاشه، ويجوز له الفطر إن حصل له مشقة شديدة، لكن بشرط تبييت الصوم، ولا يجوز له الفطر بالفعل إلا عند حصول المشقة، فليس كالمسافر. ماشي يا شباب؟ يبقى عندنا مسألتين، جاء وقت الحصاد في وقت رمضان، حصاد الزرع والمحاصيل في الصيف الحر شديد وفي أيام رمضان، هل يبيح من الخروج؟ لما يتكلم عن إباحة الخروج؟ ما الخروج جائز؟ قال لا، لأن هذا الخروج هنا فيه مظنة تضييع الصوم، لأن هتخرج للصحراء وهناك حر شديد، فأنت ستذهب إلى مكان قفر وستعمل فيه في القائلة وفي الحر الشديد وربما عجزت عن إتمام الصوم، فهل يجوز لك الخروج؟ قال إذا كان يخرج لمعاشه نعم يبقى طبعا في هذه الحالة يجوز. هل يبيح له؟ سؤال ثاني في المسألة نفسها،
هل يبيح له الفطر؟ قال هذا الخروج وهذا العمل لا يبيح له الفطر، إنما إن بلغ في الجهد والمشقة، عند المشقة يفطر، عند المشقة الشديدة إيه؟ إذن بالتالي يجب عليه تبييت إيه؟ تبييت الصوم والنية، ينوي أول الليل، فحين يأتي منتصف النهار وعجز، وكان الناس كذلك، والناس إلى الآن لا يزالون في أيام الصيف والحر يذهبون إلى الحصاد، ولا يمنعهم ذلك ماذا؟ الصوم لا يمنعهم من ذهاب إلى الحصاد. نعم، يجوز إن احتاج لمع، قال فليس كالمسافر، وإن كان غير محتاج له كره، غير محتاج ماذا؟ لهذه المهنة، لهذا السفر. وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه، صح؟ وإن أدى إلى فطره حيث خاف على زرعه، لأن حفظ المال واجب، أفاده الشبرخيتي. حفظ المال واجب لتعليل، وفي تعليل آخر أنه إذا اجتمع حق العباد وحق الله سبحانه وتعالى نقدم حق العبد على حق الرب سبحانه وتعالى. لما؟ لغنى المولى عز وجل وفقر العبد. أنا عندي زرع، ولو لم أذهب إلى هذا الزرع سوف ماذا؟ هذا الزرع سوف يفسد. أمن أجل الصيام أترك الذهاب إلى الحصاد الزرعي ودرسه وكيله وإلى العمل فيه؟ قال نعم يجوز، وإن أدى إلى فطره حيث خاف على زرعه، لأن حفظ المال واجب، أفاده الشبرخيتي والسكندري والأصيلي والنفراوي، ومثله في حاشية البناني على كبير الزرقاني. ولا قضاء في دهن جائفة. قوله مخرج البول أي ثقبة ذكر الرجل، قوله إلى الأمعاء أي المصارين، قوله المثانة موضع البول، قوله حائلة بينهما أي بين البول والأمعاء، قوله إنما يجتمع أي البول من الرشح أي في المثانة. فهمت إزاي؟ يعني البول سبحان الله، هذا العلم وصل إليه أشياخ ونشوف منذ زمن بعيد، يعني البول إنما يجتمع في المثانة بالترشح، يعني مثل المصفاة تصفي نقطة نقطة حتى يجتمع في المثانة، ثم بعد ذلك ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا سيدنا محمد